لا حديث لزبناء وباعة سوق رحبة الحبوب والقطن بالبيضاء إلا عن الارتفاع المضطرد لأثمنة العدس، فبعد أن كان ثمنه لا يتعدى 15 درهما للكيلو الواحد قفز يقارب 30 درهما. غالي بزاف، ما عمرو غلى بحال هذا العام. كناخذوا ب 440، كنبيعوا ب 500 ريال، 500 قال 20، هذا واش كنبيعوا. كناخذوا ب 12 درهم، كنا كنسقطوه ب 15، وين اللي فات 20 درهم ما بقاش يسلكنا. كاع تقدينا المواد الا العدس. العدس ما قديناش الحقولي، لكن الثمن مرتفع شويه. ارتفاع الاثمان للظروف المناخيه التي ميزت الموسم الفلاحي الماضي، والتي اتسمت بقلة التساقطات المطرية مما أدى إلى ضعف في الإنتاج الوطني واستوجب الاعتماد على استيراد هذه المادة من الخارج. كاين ديال كندا هو اللي دابا موجود حاليا ياك، ولكن بالنسبة ديال البلاد والو ما كاينش نهائيا، هضر على الجفاف وداك الشيء فهمتيني. ما بقيتش إلا صبات الشتا ما صباتش في الوقت ديال العدس كنتزرع فيها. الشتا كنصبات مع طلاجات فوق ديال الحمص، بالنسبة للعدس جات تقريبا 10 15 20% ديال الصبا ديال البلاد، هذا هو السبب الأساسي ديال الارتفاع. إلى جانب الجفاف يعد ارتفاع الرسوم الجمركية لاستيراد مادة العدس سببا آخر لغلائه. وحنا تمنينا من الحكومة نتنقص يمكن على ما سمعنا بأن الديوانات تحيدات تحذفات، الحمد لله غادي تكون